نعم 2021. ايوه قال سمعت عبد الله ابن المبارك عبد الله بن ان ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر. نعم اذا ابتليت بالقضاء كانوا يفرون من القضاء. كان العلماء سابقا يفرون من القضاء. لما؟ قاضيان في النار وقاض في الجنة. فبقول لك ايه معناته ثلثين نعوين عن النار. معناته انا لا يا عمي مش مضمون مش مضمون. قاضيان في النار يعني احنا ثلاثة اثنين رايحين عن النار واحد وانا مش ضامن لا اتولى القضاء يهربوا. طب انتوا علماء يعني علماء ولا مش علماء؟ الحديث عام قاضيان في النار وقاض في الجنة. والله انا ما بخاف اكون انا علمت وحرفت او لم اعلم وافتي. كانوا يخافون من القضاء. بزي هذا الزمان حاطط لي واسطة عشان يصير قاضي. يا اخي انت مش اهل. يا اخي كيف مش اهل؟ باخذ دورة في القضاء وبصير اقضي في هالناس واقضيه واقضي الامور. لا حول ولا قوة الا بالله. تجرؤ. نرجع. ومع ذلك في علماء قالوا لا سندخل القضاء حتى لا نترك المجال للجهلة. فماذا يقول ابن المبارك؟ اذا كان ولا بد ان تدخل القضاء فعليك بالاثر بالسنة مش ايش بالعقل والرأي. طيب هو كل مسألة في القضاء فيها سنة؟ الجواب بالقواعد. الأحاديث عبارة عن قواعد للقضاء. فمن خلال قواعد السنة تستطيع أن تقضي. ونحن نتمنى أن يأتي قاضي يعيش مع السنة ويقضي بقواعد السنة. فعندها نقبل رأسه لأنه يرفع الظلم على الناس وينشر العدل بين الناس. فالقضاء من كان أهلا فهذا له أجر عظيم وفيه مجاهدة للنفس. لما؟ لأنه صاحب سلطة. على العافية قاضي هيك بتحكي معي على العافية قاضي إله صلاحية حطك أسبوع في السجن. إله صلاحية القانون بعطيه انك اسأت التعبير. واحد حكى لي امام القاضي فبقول له مش هيك يا زلمة؟ قال له بتحكي لي يا زلمة؟ قال له والله طلعت من هيك عفوا يا سيدي يعني ما انت زلمة ولا شو انت حاطه في السجن فعنك مش مؤدب. بعرفش قديش قاعد يوم يومين ثلاثة. المهم قال لي حبسني او امر او عوض سامح ناسي والله قصة قبل اكثر من 30 سنة. قال لي غلطت. قلت له ايش يا زلمة؟ قال له بتحكي لي يا زلمة؟ قال له عفوا سيدي والله انت زلمة ولا ايش؟ هو مش شايف فيها اي عيب. احنا طول النهار نحكي لبعض ايش يا زلمة ما في عيب في اعرافنا. لكن رجعنا ان هذا القاضي الذي يجاهد نفسه له أجر عظيم. إذن أجر القاضي واحد يقضي بالعدل، اثنين يمنع الجبروت الذي عنده أن يقوده إلى الظلم. فعندها نقبل رأسه. نحن بحاجة إلى مثل هؤلاء. فلو كان قاضي صاحب دين قال له يا زلمة قال له معلش احنا الآن في موطن مخاطبة ورسمية فكلمة يا زلمة هي بتنحكى في الشارع بتنحكى مع أصحابك. أما الآن في مخاطبة معلش رسميات فلو سمحت ما تستخدم العبارة هاي. جزا الله خيرا له حق. نعم أنزلوا الناس منازلهم. طيب عن سفيان قال 2022 قال إنما الدين بالآثار. إذن ما هو الدين؟ بالآثار بالعقل بالرأي. طيب اسمع 2023 عبد الله بن المبارك ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر. إذن إيش الأساس؟ الأثر. طب الرأي تبع. أحسنت انتبه. الأساس
الأثر يعني السنة والرأي تبع، نحن لا نستغني عن الرأي لكن ليست هي الأساس، الأساس السنة. ثم يكون الاجتهاد، ما احنا قواعد الأصول اللي درسناها مليئة بالرأي، لكن القواعد الصحيحة اللي قامت على ماذا؟ على السنة. ولذا سميت كتابي المهم من علم الأصول، لأنه في قواعد في الأصول لا ينبني عليها عمل. طيب ننتقل إلى 2029. قال عن هشام بن عروة أنه كان يقول السنن فإن السنن قوام الدين. نعم السنن، السنن أي إلزموا السنن، فإن السنن قوام الدين.